عبالي حبيبي عبالي حبيبي أغمرك. بعد انتشار خبر مفاده أن عددا من معجبي نوال الزغبي هددوا بإحراق وجه إليسا بماء النار وذلك بسبب التوتر الذي يسيطر على العلاقة بين الفنانتين، قيل أن إليسا ألغت جميع تعاقدات حفلاتها إلى حين القبض على من هددوها بحرق وجهها. وفي اتصال خاص بنشرتنا مع مدير أعمال إليسا جرى نفي هذا الخبر مؤكدا أن إليسا لم تعر الموضوع أي أهمية ولم تلغي أي حفل، كما أنها لم تشدد الحراسة على بيتها وهي تعيش حياتها على نحو طبيعي. وبالنسبة لهذا التهديد طبعا نوال بريئة منه، وهو لا يحسب سوى على أشخاص قد يريدون الإساءة إليها أيضا.